طيب ان شاء الله نبدا نكمل الايه الشرح بتاعنا. اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا نبدا نتكلم على الانفراستراكشر قبل ما نعمل اي حاجه خالص، وقلنا هنتكلم على الانفراستراكشر، على اللوجينج، وعلى الان تي بي والدي ان اس، ويا حبذا لو عندنا حاجه زي الاوثنتيكيشن سيرفيس كمان والميل سيرفيس، بحيث ان احنا بعد كده كل السيرفيس دي نستخدمها طول ما احنا شغالين بقى في الايه في السيشنز بتاعتنا. طيب تعالى كده نرجع عندنا نشوف النودز اللي موجودة عندنا أو الفيرشوال ماشينز حتى. كده نشوف كل حاجة، تعالى شوف بس الحاجات اللي تهمني قوي، يعني الحاجات اللي عليها الشغل بتاعنا. الحاجات اللي عليها الشغل أنا عندي في فيرشوال ماشينز أصلا أوريدي كانت موجودة قبل كده. تعال نوقف كل الكلام ده، ما مش محتاجه في حاجة قوي. تعالى نحذفه ونشغل فيرتشوال ماشينز خاصة بينا كده. تعال نعمل ريموف للكلام ده كله ودول كمان. المفروض اعمل ترمينيت دول الاول، اعملهم باور اوف وبعد كده احذفهم. والحاجة الدنيا دي كمان بعد ما خلصت كده انا كده خلاص بقيت جاهز ان انا ابدا اعمل لهم ريموف. والاخيره دي كمان كده نعمل ريموف ليها. شكرا، احنا كده خلاص خلصنا. تعالى نبدا نعمل فيرتشوال ماشينز جديده. انا اوريدي عندي تمبلت، في عندي تو تمبلتس موجودين، في اكتر طبعا من تمبلت موجودين، بس انا هركز على اتنين مهمين جدا عندي. الاولى اللي عليها ريل 8 واحدة عليها ريل 7، فأنا عندي واحدة عليها ريل 8.1 تمام. عليها ريل 8.1 دي عليها مينيمال اوبريتنج سيستم انستول، يعني بكل بساطة عدد الباكجز اللي فيها لا يتخطى بأي حال من الأحوال 300 350 باكج، اللي هو المينيمم نمبر اوف باكجز اللي أنت محتاجها عشان الاوبريتنج سيستم بتاعك يكون شغال، فعشان ما تتخضش. بس طبعا بما ان الانفايرمنت دي مش بتاعتي انا لوحدي، ففيها ناس كمان بيستخدموها، فانا ليا نيمنج كونفنشن كمان للفيرشوال ماشينز، ما يهمكش قوي النيم بتاع الفيرشوال ماشينز ده، هحطها باسمي بس. بس اهم حاجه الاسم الاخير ده اللي هو المقطع الاخير ده، ده اللي يهمنا. تعالى اسم النود عندي انا هعمل 3 الاستيك سيرش نودز كبدايه، وهحتاج برضو لوج ستاش، او يا اما استخدم لوج ستاش يا اما استخدم فلونت دي، فمش فارق معايا. تعال نبدا الاول بالالاستيك سيرش نودز بدل ما اقلق على اسماء حاجات لسه ما عملتهاش اساسا. الالاستيك سيرش هسميها الاستيك سيرش، وتعالى كده نديها اسماء او ارقام، الاستيك سيرش داش 01. بالمناسبه الموضوع ده بما اننا قعدنا نتكلم على الستاندرايزيشن، فانا واحد من الناس اللي بيحب جدا الستاندرايزيشن كمان يكون لاسماء الماشينز، مش لمجرد بس الايه الحاجات اللي شغاله جوه، لا الاسم بتاع الماشين نفسها. انا بحب جدا ان بمجرد ما اشوف اسم الماشين اعرف الماشين دي بتعمل ايه. معلش انا الحته دي عندي عامله لي فوبيا يعني، وفي بعض الاماكن اللي اشتغلت فيها تثبت لي في مشاكل كتيره جدا، لان كنت بحاول اعمل ستاندرايزيشن على مستوى كبير جدا، مش على مستوى اسم الهوست بس، لا ده على مستوى المكان اللي موجود فيه الايكويبمنت، وعلى مستوى الراك اللي موجود فيها الايكويبمنت. الاسم ده مش مجرد اي اسم بتحط اعتباطا وخلاص تمام. يعني واحد من الاماكن اللي كنت شغال فيها كان عدد الاماكن اللي كان فيها ايكويبمنت فوق 350 مكان. 350 مكان دول، فازاي انا هتراك عدد الايكويبمنت في 350 موقع؟ ولو عملت تراك ل 350 موقع، المفروض في اي اوضه في اي موقع دول من دول، ومش في اي اوضه بس، ده 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 في اي مبنى، في اي موقع من المواقع دي. ممكن يكون موقع فيه 10 مباني وعندك الايكويبمنت دي موجوده في 3 مباني مثلا، عندك ايكويبمنت موجوده في 3 مباني، فانت المفروض تكون عارف مكانها موجوده في اي مبنى، وموجودة في أي مبنى في الدور كام؟ في الأوضة رقم كام؟ أو في الأوضة اللي اسمها إيه؟ وموجودة في الراك رقم كذا، أو في الراك اللي اسمه كذا، ومش في الراك بس، في اليونت اللي في الراك كذا. فأنت المفروض يكون عندك النيمنج كونفنشن بيحاول يفهمك إيه اللي بيحصل حواليك. خلاص؟ فأنت ممكن تعمل أكواد كده تعرفك الحاجة دي موجودة فين، ممكن تدي لكل رقم اسم شورت كات 3 كاركترز، ممكن تدي له أرقام. خلاص؟ براحتك بقى اللي يعجبك. مفيش فيه ستاندرد واحد الناس كلها ماشية عليه. اهم حاجة الدنيا عندك تكون يونيك، ويكون الاسم بيرمز لحاجة، الاسم ده له معنى. بمجرد ما تشوف الاسم دون هتبقى عارف المشكلة دي موجودة فين. خلاص؟ ف
دي مهمة جدا بالنسبة لي. طبعا بما اننا بنتكلم في تيست لاب، وتيست لاب عندنا العدد او السيرفيس اللي هشغلها تكون قليلة جدا، يعني اللي احنا كل احنا هنجرب عليه كام، يعني 20 فيرتشوال ماشين مثلا، يعني في الاخر هيبقى النهاية بتاعتنا كام، 20 سيرفر 30 سيرفر، مش كتير قوي يعني، مش بكلمك على 3000 سيرفر، لكن لو بتتكلم فوق ال 50 وانت طالع فلازم يكون عندك ستاندرايزيشن، سواء كانت هو ويب سيرفر اف تي بي ايا كان بقى، بيعمل ايه كمان، الفانكشن بتاعته مكانه فين، فدي مهمه جدا بالنسبه لك برضو. طيب نرجع مره تانيه، ممكن تديها كده ديسكريبشن عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. Elastic Search Node 1 خلاص. ممكن اروح كده السيستم عندي وابدا اشوف الريسورسز بتاعتها. بص كده عندي ريسورسز كلها 4 جيجا موجوده اهي، ده الميموري سايز، ده اللي يهمني. في كام فيرتشوال سي بي يو موجودين ليها، 2، ده شيء ممتاز. الوقت بتاعها كمان، الانيشال ران عندي، هل في حاجه معينه عايز اعملها، مش عايز اعمل حاجه. الكونسول بتاعي، خليه الكونسول بتاعي ان هو في ان سي. ايه تاني يا سيدي محتاج اعمله؟ بس خلاص تقريبا كده خلاص. تعالى ايه، هندسة، بس بعد إذنك، في Optimize for Desktop أو Server، إيش الأفضل أختار؟ والله على حسب، هل انت هتشغل الماشين دي كديسكتوب ولا هتشغلها كسيرفر؟ لو اوبتمايزد كسيرفر، لا شغلها كسيرفر. إحنا في حالتنا هنا السيرفر، بس أنت خليت الخيار على الديسكتوب. انا سبتها زي ما هي اصلا، ما بصيتش عليها لان البرفورمانس بتاعي مش متوقع ان انا ابعت 400000 لوج مسج، يعني تمام انا تمام كل اللود اللي عندي كام، يعني هبعت كام لوج مسج بير سكند، يعني 100 200 300، هبعت لكل سيرفر كام لوج مسج في الثانيه، فالبرفورمانس مش فارق معايا قوي. بس الطبيعي لو انت بتتكلم على سيرفر انفايرمنت وبتتكلم على حاجه، المفروض انت كلامك صح 100%، يعني انت ممكن تاوبتمايز الانستانس دون للود معين. خلاص شايف عندك في ثلاثة، في عندك ثلاثة بروفايلز موجودين، في عندك ديسكتوب، في عندك سيرفر، وفي عندك هاي برفورمانس، فانت المفروض تاوبتمايز ده لايه، لنوع معين من اللودز اللي موجودة عندك، فانت كلامك صح 100%. ماشي، دي فيرتشوال ماشين عندي اتكريتد اهي. لو لاحظت الفيرتشوال ماشين دي كده، تعالى كده نبص عليها، ايه نعدل فيها كده، تعالى نضغط عليها كده ونشوف ايه اللي موجود فيها. الفيرتشوال ماشين دي يا سيدي في عندي ليها نتورك انترفيس، وفيها ديسكس، هتلاقي الديسك ده مساحته 25 جيجا تقريبا اهو. ماشي، ملهاش اي سناب شوتس لسه، مفيش فيها اي حاجه خالص. ماشي كلام جميل. الديفايس اللي موجوده معاها، ادي كل اللي موجود معاها. طيب خلينا نرجع كده للفيرشوال ماشين دي مره تانية، وتعالى كده نرن الفيرشوال ماشين دي. تعال نبدأ نعمل فيرشوال ماشينز كمان جديدة. أنا هحتاج بس للإلاستيك سيرش ككلاستر اللي هيكون فيه الداتا كلها اللي بتتكتب، على الأقل أنا ممكن أبدأ بنود واحدة بالمناسبة، بس خليني أبدأ بثلاثة نودز بدل نود واحدة دي. ماشي، طيب كلام جميل. برضو نفس الخطوات اللي أنا عملتها هرجع أعيدها مرة تانية. ماشي، الورك لود بتاعي اوبتمايزد سيرفر، ادي الماشين التانية، وتعال نعمل الماشين التالتة كمان. او قبل ما اعمل الماشين التالتة، تعال نرن الماشين دي كمان على ما تكون قامت، هي لسه بتكريت اصلا. طب خلاص سيبها دلوقتي مش مشكلة.
ده عبارة عن ريل 8.1، وده اوبتمايز للسيرفر، وده النيم بتاعها. دي نود رقم 3 اللي موجود عندي، ده السيستم بتاعي. ممكن اخلي الكونسول كمان، اغير الكونسول. لو لاحظت الماشين دي عندي بدأت تشتغل اهي، الماشين دي اصلا شغالة والماشين دي انتهت. بس خليني بس اتاكد من الكونسول انا غيرته ولا لا، مش متاكد، خليني كده ابص عليه. لا ما كانش اتغير، فخلي الكونسول ده في جي اي. وتعالى نران الماشين التانية دي. طبعا الماشين على ما تقوم هتاخد وقت. والماشين التالتة لسه بتعمل كرييت اهو. لو لاحظت بقول لك الايمج لوجد، والايمج لوجد مش عشان اي حاجه، الايمج لوجد هنا لان لسه الديسك بيعمل كرييت. فلو رحت للديسك هنا هتلاقي الديسك لسه بيعمل ايه، لسه بيعمل كرييت. فبمجرد الديسك ما اتعمل له كرييت خلاص انت بتقدر ساعتها تعمل تران الفيرجوال ماشين دي. وتعالى كده نران الفيرجوال ماشين دي. لاحظ الفيرتشوال ماشينز عندك كان مطلعه فيه زي وورنينج مسج كده بسيطه، بيقول لك ان الجست ايجنت نيدز تو بي انستولد. يعني بكل بساطه الايجنت او الجست ايجنت هنا زي في ام وير تولز كده، لو تعرف في ام وير تولز، الجست ايجنت تولز دي مش موجوده على الماشين دي. وده غالبا له معنى من اتنين، يا اما السيرفر لسه بيعمل بوت ولسه الجست ايجنت سيرفيس ما قامتش، يا اما مش انستولد فعلا. يعني ايه؟ بمجرد ما شفت الورنينج مسج دي ما تتخضش، ممكن تكون انستولد وكل حاجه بس الماشين لسه بتعمل بوت. فالماشين لما بتبدا تبوت في الاول ولسه السيرفيس بتقوم لاول مره، خصوصا دي نيو ماشين وانا كنت عامل لها سيلينج. عارف كلمه سيلينج يعني ايه؟ خلينا نكتبها كده يعني تخضش من اسمها. بكل بساطه برجع الفيرشن ماشين لحالتها الاصليه. عارف لو اقول لك ده معموله بالسلوفانه، انا برجعها لك لحالتها بالسلوفانه مره تانية. ماشي، طيب كلام جميل. انا ممكن اكون اجريسيف كمان شويه. مش دي الماشين رقم واحد صح؟ دي احنا بداناها من شويه، لسه ما قامتش، لسه ما ظهرليش اي اي بي ادرس هنا. فممكن تكون الماشين عندي داون، الله اعلم بقى حالتها ايه. انا ما اعرفش لسه الماشين دي شكلها ايه بالظبط، بس انا ممكن اعمل حركه تانية. ممكن اعمل الكونسول كده، خلينا داونلود الكونسول. طبعا بما ان انا شغال ماك فالكونسول ده المفروض في تول للكونسول دي اشغلها. تعالى كده هنا اروح للترمينال بتاعي. وتعالى كده افتح الريموت فيور اللي موجود عندي ده. كونسول بيقول لي فيل تو سيت لوكال لسبب ما، ده اتعمل له داونلود فين؟ صح كده عنده، صح هو كده عنده حق، انا كده عندي مشكله لان ده مش موجود في الداونلودز، ده موجود في الديسكتوب. انا بشاور على ملف مش موجود اصلا، فهو عنده حق يضرب ويفرقع في وشي. خلاص لاحظ ان الماشين عندي قامت اهي. قال لها هي طب هي قامت يا عم، امال لسه مش ظاهر لي اي بي ادرس ليه؟ استنى بس اصبر بس عليها شويه، لان هو مش هيطلع لك كده على طول مباشره يقول لك خد الاي بي ادرس اهو. استنى بس عليها دقيقه كده بالظبط وهتلاقي الاي بي ادرس عندك والفولي كواليفايد دومين نيم بدا يظهر كمان عندك. بس كده الحمد لله، معناها ان الفيرجن ماشين شغاله. طبعا الكوماند اللي انا عملته دول انت مش هتبقى محتاجه لو انت عندك لينكس او عندك ويندوز حتى. بمجرد ما عملت انستول للفيرت تولز عندك خلاص، مش تبقى محتاج الكلام ده كله. بس بما ان انا عندي ماك فانا عامل ورك اراوند عشان اشغل الريموت فيور دون عندي. طيب كلام جميل. تعالى كده نعمل لوجن على الماشين دي ونشوف الاي بي ادرس بتاع اللي هي واخده ايه، ونبدا نكونكت عليها ونشوف ايه اللي موجود كده. اي بي ادرس شو. عندي الانترفيس اسمه اي ان اس 7 لو حد فيك واخد باله منه اهون. واي ان اس 7 ده الاي بي 10 44 130 141.
طيب كلام جميل. تعالى كده افتح ترمينال 10 44 130 141. الحمد لله كده اول ماشين معايا ريموت اكسس ليها بالكامل وكده ما عنديش اي مشكلة. خلاص خلصنا كده من هنا. تعال نعمل اكزيت. شكرا. كده اول ماشين عندي بقت اب. هيا بص كده لاحظ، مش ده اللي قلت لك عليه من شويه؟ استنى بس دقيقتين بالظبط وهيظهر لك اسم الاي بي ادرس والفولي كواليفايد دومين نيم. اهو بدا يظهر لك كل حاجه اهو. فانا كده ما بقتش محتاج ريموت فيور خالص. انا كده بكل بساطه ممكن اعمل ايه؟ ابدا اكونكت على الماشينز دي من غير ما اوجع دماغي. فتعالى هنا كده اس اس اتش كده، او تعالى حتى نعمل اكزيت لده. تعالى نفتح ده التيرمينال الثاني وده التيرمينال الثالث. ماشي SSH root at 10 44 130 وعندي 73. دي الماشين التانية. ممتاز جدا. الماشين التالتة 129 74. تمام. يبقى انا كده عندي الثلاثه ماشينز اللي احنا عملنا لهم انستول ليا اكسس على الثلاثه، فول اكسس على الثلاثه. لاحظ ان بما ان الماشين عندي دي سيلد، فايه اللي موجود عندك؟ بص كده الهوست نيم بتاعك ايه. طب انا اقعد اعذب نفسي بقى مع الاسماء الهوست نيمز دي، ايه يا عم وجع الدماغ ده؟ بص خلينا نخلص من الفيلم الهندي دون وتعالى كده نغير الهوست نيم. هوست نيم كنترول set host name، وتعال نبدأ نديله بقى host name كده محترم elasticsearch 01، وتعال نديها اسم الدومين .mustafa.com. طبعا ده لسه اسم ضمي، انا لسه ما عندي فيش عندي لا دومين ولا عندي اي حاجه حتى الان. انا لسه حد لحد اللحظه دي ما عنديش اي دومين ولا عندي اي حاجه، بس انا واخد الاسم ده كده ضمي نيم اشتغل بيه. وتعال نعمل نفس الكلام على الماشين الثانيه، وبرضه نفس الكلام على الماشين التالتة. بعد كده نعمل etc profile. وباش rc كده. وانا حتى مش محتاج اعمل كل الكلام ده بدل وجع الدماغ ده. انا ممكن اعمل كمان حاجه اصيع من الكلام دون ls.ssh كده عندي ما عنديش. طيب ممكن اقول له كده ssh dash keygen. تعالى كده secucubby dash i dot ssh id underscore rsa dot pop. وتعالى كابي الحاج دون للتلاتة نودز اللي موجودين عندي. طبعا ده عندي غلط رهيب. SSH كابي ID. ده الماشين الاولى. تعالى كده الماشين الثانيه كان الاي بي بتاعها كام؟ الماشين الثانيه الاي بي بتاعها 32 120. 32 10 44. ميه وتلاتين لا 10 44. 130 73. 130 73.
والأخيرة كانت 129 حاجة، 129 74. تمام. طبعا انا عملت كده عشان ايه؟ يبقى عندي باسورد للسلوجن، هعمل لوجن بعد كده بالكي بتاعي بدل وجع الدماغ ده كله. تعالى كده نعمل لوجن. الحمد لله عملت لوجن من غير مشاكل. تعالى نجرب النود التانية، برضه النود التانية مفيش فيها مشاكل. تعالى النود التالتة، وده برضه النود التالتة مفيش فيها مشاكل، ده شيء ممتاز حتى الآن. تعالى نرجع للنود بتاعتنا دي بقى. النود بتاعتي دي لو جيت ابص كده كات، او بلاش كات حتى، ال اس الاول اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي فيم اي تي سي يام دوت ريبوز دوت دي. في عندي هنا ريبو موجوده، بس الريبو دي حتى فيم مش موجود، يعني حتى الكوماند اللي اسمه فيم مش موجود، والريبو فايل ده فاضي مفيش فيه اي حاجه خالص، لان المكنه دي اصلا مش ريجسترد. فلو انت عندك سنتوس هتلاقي سنتوس ريبوز موجوده اصلا باي ديفولت. لو عندك ريد هات فانت المفروض المكنه بتاعتك دي تكون ريجسترد، تمام، وتبدا تستخدمها في ايه، في ال، او المفروض تعمل لها ريجستريشن الاول، بعد كده اتاتش للريبوز، خلاص تاتاتش لسبيسيفيك ريبوز موجوده عندك على حسب انت هتستخدم اي برودكت، وبعد كده تبدا تانستول الباكج بتاعتك زي ما انت عايز. خلي بالك ما تعملش زي ناس متخلفين عقليا، يجي يقول لك مثلا يا عم انا عندي سوفت وير، السوفت وير ده انا مش هروح للليتست ريليز، يعني فرضا مثلا هو جاي انستول اوراكل، تمام، واوراكل بتقول لك انا بسبورت وليكن ريد هات 8.1، انا بديك سبورت على 8.1، وريد هات بتقول لك انا 8.1 ده الليتست، وده كل الباك فيكسز موجوده فيه. في ناس كده متخلفين يقول لك لا انا بص انا مش هروح ل 8.1، 8.1 ده هتلاقيه موجود في باجز لسه، ده لسه جديد يا عم، ده نازل مثلا بقاله شهر او شهرين، لا 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 خليني بلاش اروح على 8، خليني اروح على 7.6 مثلا. يا عم الحاج ابوس رجليك ابوس رجليك، يعني الشركه دي بتقول لك انا هديك سبورت، والشركه دي بتقول لك انا هديك سبورت، اكيد في سبب ما، لسبب ما الناس دي عماله تعمل ابجريد للباكجز، يا اما فيتشر جديده مثلا انت ممكن تكون مش هتستخدمها، بس هيجي عليك وقت كده بعد سنه او اتنين هترشق في حته خازوق ما حصلش، ان هتلاقي اصلا السبورت بتاع الريليس 7 مثلا هينتهي في 2023، يبقى انت بتنستول النهارده سوليوشن وعلى ما تخلص المشروع كله كامل ويبقى برودكشن بعد سنه من النهارده، يبقى فاضل لك سنتين اتنين ومحتاج تتغير كل حاجه على ريل 8. طب ما تبدا من الاول على ريل 8 مثلا يا عم، ليه بتصعب الدنيا على نفسك؟ معلش باكد على الحكايه دي لان شفتها تقريبا عند معظم الكاستمرز، تلاقي الكاستمر كده راح طلع لك واحد عندهم في التكنيكال تيم زي الخازوق وراح قايل لك لا خلينا والنبي على ريليز قديم شويه لان اكيد اكتشفوا الباجز اللي فيه. ما هي انت في مشكله عندك تانية، لما يكون ريليز قديم شويه غالبا غالبا بتلاقي الشركات نفسها قالت لك انا خلاص انا ما عدتش احل الباجز اللي موجوده فيه، انا مش هستقبل اي ريكويستس تانيه عشان اعمل اي انهانسمنت، ده لو في باج هحل الباج بس مش هعمل اي انهانسمنت ليها كده وش. وده اللي بيحصل، انا مش بقول لك على حاجه خياليه، ده اللي بيحصل، باج موجوده حل لك الباج دي، وممكن على فكره احيانا الشركه بتقول لك انا عامل لك كاستمايزيشن لحل الباج دي، خلاص يعني كاستمايزيشن ده مش مجرد حل نهائي، لا ده ممكن يكون ورك اراوند للكيس بتاعتك انت بس، فانت بتدخل نفسك في حوارات ملهاش اي لازمه وانت في غنى عنها اساسا. فارجوك ليتست ستيبل ريليز، لما تيجي تنستول اي سوفت وير روح للليتست ستيبل ريليز، الليتست ستيبل سبورتد ريليز. ما تعملش برضو نفس الغلطه الثانيه، ريد هات راحت منزله ريل 8.1 او ريل 8.2 اللي هينزل قريب، بس 8.2 هتروح تنستول اوراكل عليه مثلا، اوراكل لسه ما بتديش سبورت على 8.2، تروح انت رايح عامل انستول على 8.2، يبقى انت في الاخر معاك سبورت مثلا من ريد هات ومعكش سبورت من اوراكل، يا فرحتي. يعني ما تبقاش ايه، ما تبقاش يعني مو اقول لك ايه، متشدد يعني، يعني مش لازم تكون طاير سابق الناس، ولا لازم تكون بعيد عنهم بمراحل بسنين فاتت، خليك يعني ايه، يعني
في الطبيعي في المعقول يعني. طيب كلام جميل، نرجع بقى لموضوعنا. تعالى كده نريجستر الماشين دي، سبسكريبشن مانجر ريجستر. طبعا بما ان انا شغال في ريد هات فانا معايا عدد لا محدود من ريجستريشنز، ممكن ريجستر اي حاجه زي ما انا عايزها. فانا ممكن ريجستر 3 مكانات واستخدمهم عادي مفيش اي مشاكل خالص. طبعا المفروض نعمل نفس الكلام على النود الثانيه. سبسكريبشن مانجر ريجستر، طبعا دخلت الباسورد كلها غلط هنا. بعد كده النود الثالثة ريجستر. طبعا انا في عندي مشكلة كبيرة هنا، هي مش مشكلة ولا حاجة بس يعني حاجة حقيرة جدا بتعذبني. في عندنا كده باكج بنت حلال قوي اسمها باش كومبليشن. الباكج دي انا دايما بحب طول ما انا شغال تكون موجوده على اي جهاز بشتغل عليه، بتسهل عليا الدنيا جدا يعني. انا مش لازم اقعد احفظ الكوماندز والاوبشنز بتاعتها كلها، لا معظم الكوماندز هتلاقيها اصلا بتعمل اوتو كومبليت معاك بالاوبشنز اللي موجوده معاها. طيب انا كده عملت ريجستر، ناقص لي حاجه واحده بس، ان انا اتاتش السيستم دون مع الكوركت ريبوز، سواء كنت انستول اوبن ستاك انستول جافا ايا إن كان. انا هنا محتاج البيزك اوبريتنج سيستم بس، فانا ممكن اعمل كده اوتو اتاتش سبسكريبشن مانجر. انا طبعا ما اني عامل مينيمال انستوليشن، في عندي هنا غلطه في السبيلنج. طبعا بما ان ما فيش عندي اوتو كومبليت فانا اكيد هيبقى عندي غلطات. هنا نفس الحكايه سبسكريبشن مانجر اتاتش اوتو، وعند الحاج دوان برضو. شايف بما ان انا ما فيش عندي اي حاجه اعمل لها انستول غير المينيمال اوبريتنج سيستم، فراح رايح اعمل اوتو اتاتش على الانتربرايز لينكس بس. لو كنت عامل انستول مثلا لحاجه زي اوبن شيفت كان هيروح يشوف ايه اللي انستول ده عندك ويروح رايح رميك على الاوبن شيفت. طبعا انا ممكن الست كل حاجه موجوده عند ريد هات واتاتش على اللي انا عايزه. يعني انا لو عايز اوريك مثلا انا عندي ايه اللي موجود عندي، تعالى هنا كده مثلا سبسكريبشن مانجر ليست. ثانية واحدة بقى كده، بدل ما اوتو كومبليت معذبني ممكن اقول له كده يام انستول، تعالى كده انستول شوية الحاجات دي، فيم وباش كومبليشن، فيم وباش كومبليشن، ايه تاني؟ نت تولز، وبلاش كده كمان، لا ده خليها داش واي بدل وجع الدماغ، واقعد اعمل كونفرميشن. وتعالى ناخد الكلام ده كله كده وعند الحاج زعبولة التالت ده كمان. طبعا انا كده نعمل سبسكريبشن مانجر ليست، ممكن اقول له كده
ال available. أعتقد هنستخدم الكلام ده مع less. شوف كمية السبسكريبشنز اللي موجودة قد ايه، يعني ربنا يعينك. بالمناسبة لو انت حبيت تريجستر على السبسكريبشن ده اللي اسمه كلاود فورمز مثلا، فانت بتروح رايح على البول اي دي وتقول انا عايز اريجستر على سبسكريبشن للبول اي دي بتاعته كذا، ماشي؟ عايز مثلا تريجستر على الانتربرايز فيرشواليزيشن، بص هتلاقي ليها البول اي دي بتاعتها كذا. الاوبن شيفت اهو، شايف؟ ساتلايت، شايف كمية سبسكريبشنز قد ايه؟ فلو انت شاري اكتر من برودكت، لو انت معاك اكتر من برودكت، بص بقى كده عندك في امبلوي اس كيو ده بتاع الناس اللي شغالين بس جوه الشركة، هتلاقي فيه بقى تشليار سبسكريبشن موجود او تشليار برودكت موجود، كل البرودكتس اللي ممكن تيجي في خيالك هتلاقيها موجودة هنا. شايف كمية برودكتس قد ايه؟ بس ليه انا بقول لك كده؟ لان انت لو شاري مثلا، لو انت شاري مثلا افترضت معاك شاري 10 برودكتس مثلا، شاري انسبل على ساتلايت على اوبن شيفت على مش عارف ايه على ايه على ايه، انت المفروض مش هتاتاتش كل حاجه بسيرفر واحد، صح؟ المفروض بتاتاتش اللي انت عايزه بالسيرفر ده، يعني ممكن تروح تاتاتش الساتلايت والريل بسيرفر معين، وتروح تاتاتش الاوبن شيفت بسيرفر تاني وهكذا. فحد فاهم الفكره ولا فيها مشكلة؟ ها؟ حد فاهم الحتة دي؟ تمام، أنا بوضحها بس لأن أنا شفت مهزلة كاستمر عمال بشد في شعره، الراجل شاري كمية سبسكريبشنز غير طبيعية وبيقول لك أنا باجي ريجستر بيقول لي مفيش سبسكريبشنز. أتاري إن هو حظه المنيل ب 60 نيلة، عنده واحد من الموظفين تقريبا او الراجل اللي بيعمل ريجستريشن للسيرفرز بياخد السيرفر وبيريجستر في اي حاجه، فكنت كل ما تريجستر بيستهلك من العدد اللي موجود عندك. يعني انت لو شاري 10 سبسكريبشن واستخدمت واحد، عملت خليت سيرفر من السيرفرات ريجسترد مع السبسكريبشن دول، خلاص واحد من 10 طاروا، مع السلامه. فانت شوف انت بتاتاتش ايه لكل سيرفر، ده مهمه جدا يعني، ماشي كده؟ ماشي، مش فارقة لو جه عليك يوم من الأيام وشغلت ريد هات، ما هو سنت سوى ريد هات، لو جه عليك يوم وشغلت ريل هتبقى مضطر تقع في المشكلة دي، فأنت خليك فاهمها عشان تبقى عارف أنت بتعمل إيه. تقلقش مسيرك هتنشأ فيها يعني. طيب نرجع بقى لموضوعنا، أنا كده الماشينز عندي ريجسترد، الماشينز كمان اتاتشد على الكوركت سبسكريبشن اللي موجود عندي اللي هو ريل في الحالة بتاعتي. كده ناقص لي الخطوة اللي بعدها على طول اللي المفروض كده يام داش واي ابديت على طول من غير ما اتكلم، من غير ما افتح بقي خالص تماما. دي خطوة المفروض ما ينفعش نتكلم فيها. طبعا الموضوع مش هياخد وقت ولا حاجة زي ما انت متخيل، لأن سرعة الإنترنت عالية جدا، فأنت ما تقلقش يعني مش هنقعد جنبه ننام جنبه. طيب على ما يخلص الأبديتس بقى كده، ربنا يديله الصحة، إحنا مش محتاجينه في حاجة دلوقتي. تعالى كده نروح بقى لإلاستيك سيرش كده. إلاستيك سيرش، لا مش ده، إلاستيك سيرش، تعالى كده نروح إلاستيك سيرش دول بس، ده الموقع بتاعهم اهو، ماشي. تعالى كده نروح البرودكتس اللي موجودة عندهم، بيقول لك إلاستيك سيرش اللي موجود، في عندك كيبانا كمان، في كمية برودكتس موجودة عندهم. بص بقى عندهم سيم سولوشنز كمان موجودة، دي جديدة كمان بالنسبة لي. في عندهم اند بوينت سكيورتي كمان،
ده جديد، انا كنت متوقع انهم يعملوا حاجه زي كده من اكتر من سنتين كمان، لانهم كان اتجاههم رايح للسكه دي. طيب كلام جميل، تعال كده نروح لإلاستيك سيرش اللي موجود. تعال كده نروح نعمل داونلود اند جيت ستارتد. وتعالى كده انستول عن طريق الباكج مانجر. بدل ما داونلود الار بي ام باكجز، لا خلينا نروح للباكج مانجر عندي. انا في عندي انستول الاستيك سيرش وذ ار بي ام. وفي عندهم ار بي ام ريبوزيتوري موجوده هنا، وده شيء ممتاز. وفي عندهم ار بي ام كي كمان، فلحسن الحظ انا عندي كمان. تعال كده نمبورت الكي بتاعهم، دي اول خطوه. بيقول لي في عندك مشكله هنا داتابيز انفايرمنت، ليه الايرور ده؟ غريب جدا. طب تعالى كده نشوف ايه اللي موجود هنا بالظبط. تعالى كده نقول له دبليو جيت الحاج زعبولة ده، وتعالى نشوف ايه اللي موجود فيه. حتى دبليو جيت مش موجود. طيب تعالى كده نقول له يام انستول دبليو جيت، وتعالى انستول كيرل كمان بالمرة. ماشي، كيرل موجود فده شيء ممتاز. تعال كده دبليو جيت للحاج ده. ماشي، كات كده موجود اهو. طيب ار بي ام داش داش امبورت. عادي عمل له امبورت اهون، معرفش ليه الهبل ده. يام انستول دبليو جيت، يام انستول دبليو جيت داش واي اند دبليو جيت للحاج ده اند ار بي ام داش داش امبورت، وده اسم الملف بتاعنا. تمام، يبقى دي كده الحاجة اللي أنا عملتها. تعال نعمل نفس الكلام ده على السيرفر التالت. يبقى دي أول خطوة عملناها. وعلى السيرفر التالت خلاص كده خلصنا. طيب كلام جميل. بيقول لي انت في عندك installing from repos. خلاص، طب احنا كان المفروض نعمل الريبوز اللي موجودة عندي هنا كده. تعالى يا سيدي ماشي، vim etc yum.rebus.d. هتلاقي عندك الملف بتاعك كده نسميه elastic.rebo، وطبعا نحط الكلام ده جواه. انا طبعا محتاج اخلي ده enabled، وبرضه ما بقتش محتاج الجي بي سي كي. انا ممكن احدد الحاجات دي كلها كده.
وانا بس مختلف في حاجة، اليو ار ال ده شكله مش عاجبني، مش عارف ليه. تعال كده نشوفه شغال ولا لا. صح كده، اليو ار ال ده مش موجود. طيب تعال كده نروح لباكجز دي برضو. طيب الليتست ريليز بتاعنا كام؟ 7.6. طب تعالى كده يا عم نشوف ال 7.6 ده. هل ده موجود ولا لا؟ اقدر اعمله نافيجيت ولا لا؟ برضه مش ظاهر. ليه الريبو فايل فيه مشكلة عندنا؟ installing from the RBM repo. طيب خلينا كده نجرب ونشوف ده هيعمل معانا ايه قبل ما اعمل save وكود كده. ال page URL خليهولي 7.6، بلاش احنا نكون متخلفين زيه. تعالى كده يام search elastic search، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل، هتفرقع في وشنا ولا هتشتغل. بيقول لي fail to download metadata for repo elastic search. طيب ليه هقعد اوجع راسي؟ طب اقولك على حاجه، rmetc.yum.repos.d، بما ان الريبو مش شغاله طالما هي بتستهبل، فانا ممكن اخليني انا اصيع منها. انا عشان اعمل ريبو دي انا محتاج يكون عندي محتاج الجافا تكون موجودة، ده رقم واحد. طب خليني كده أعمل زي ما هو بيقول vim etc yum.repos.d elastic.repo. دي المفروض تكون enabled واحد yum search elastic search. معقولة اشتغلت؟ او ما غالبا معدل الاباتشي سيرفر بتاعهم، او هم عدلوا الاباتشي سيرفر بتاعهم ان هو ما يسمحش ان انت تعمل نافيجيت للباكجز او نافيجيت للفايلز اللي موجودة، فانت بقيت لازم تطلب اليو ار ال زي ما هو معمول بالظبط. فدي حاجة غبية جدا عملوها، يعني انا ما اعرفش ليه، ومين الذكي اللي فكر في حاجة زي كده. شايف في عندي الاستك سيرش شكله معمول ري رايت رول. نعم، مستخدمين اباتشي ري رايت بيكونوا. هو غالبا هو عدلها لسه، لان ما كانتش كده، ما كانتش معمولة بالشكل ده الاول. يعني هم عدلوها عشان ما حدش يقدر ينافيجيت ويشوف ايه الباكجز اللي موجودة كلها بالتفصيل الممل الا لو استخدم يو ار ال معين. بس دي حاجة غبية جدا، يعني حاجة ما اعرفش اللي فكر في حاجة زي كده شخص عجيب جدا يعني. ما علينا، نفس الخطوات اللي عملتها. تعالى كده كات etc.yum.repos.d محتاج اعملها عند elastic.repo. ممكن حتى انقل الملف ده كده، ممكن اقول له كده secure copy etc.yum.repos.d. SCP
وهنقل الملف دون. في عندي كمان حاجه ما خدتش بالي منها. احنا لحد دلوقتي ما عندناش دي ان اس سيرفر، صح؟ لو انتوا فاكرين كويس جدا ما عندناش دي ان اس سيرفر، فانا هعتمد مؤقتا على اي تي سي هوستس لحد ما الدي ان اس عندي يكون موجود. طيب كلام جميل. فيم اي تي سي هوستس، وتعالى عندي كده، وكان 10.44 حاجة، والنود اللي كانت موجودة عندي كان اسمها يا سيدي Elasticsearch 01.mustafa.com، وكان اسمها Elasticsearch 01، ده اللي كان موجود. الـ IP address بتاعي 10.44.130.141، 130.141. يبقى دي كده النود الأولانية اللي موجودة عندي. ماشي، ممتاز. تعالى كده، أنا في عندي 3 نودز. النود التانية الـ IP بتاعي، IP address show 130.73، ودي اسمها Elastic Search 2، والتالتة Elastic Search 3، ودي كانت 129. مية تسعة وعشرين أربعة وسبعين. طبعا أحاول أرتب الدنيا دي شوية. بدل الهرجلة اللي احنا فيها دي. ماشي، كلام جميل. وتعالى كده ناخد بس سطر تحتهم. وتعالى كده أعمل secure copy etc yum.repos.d، كان اسمها elastic.repo، دي إلاستيك سيرش 2، yum.repos.d، وده نفس الحكاية لتلاتة. ممتاز جدا. انا كده ممكن ناقصني تعالى كده نجرب من هنا الاول، يام سيرش إلاستيك سيرش، ممتازة موجودة، معنى كده ان هي كده شغالة على الأجهزة، على الجهاز التالت كمان. طيب كده ممكن اعمل انستول البري ريكويزيتس اللي موجودة عندي على التلات، على التلاتة ماشينز. هبدأ اقوله كده قبل ما اعمل اي حاجة، يام انستول جافا داش اوبن جي دي كي. تعالى كده نشوف هيعرف يجيبها ولا لا. المفروض تكون موجود في ريد هات ريبوز. ايوه موجوده. طيب كلام جميل، ممتاز. المفروض انستول الجافا قبل ما انستول الاستيك سيرش. بالمناسبه انا ليه بعمل كده؟ لان من حوالي انا كنت بجرب عليها على اوبونتو من فتره، كانت الاستيك سيرش بتعمل لها انستول من غير ما يعمل انستول للجافا، وكان الانستوليشن بيبريك في النص. فانا بصراحه مش متاكد لو عملت كده على ريد هات او على سنتوس هل الباكجز بتاعت الاستيك سيرش المينتينرز بتوعها عدلوها ولا لا. فانا خليك في الامان احسن. يام انستول الاستيك
خليك في الامان احسن، وانستول البري ريكويزيت قبل ما تنستول الباكج اللي انت محتاجها بس. فده نصيحتي انا يعني، لانها كانت بتبريك قبل كده على اوبونتو، انا مش متاكد عشان ما اقولكش حاجه الله اعلم بيها، انا مش متاكد هل فعلا المشكله دي اتحلت، الباكج مينتينرز حلوها على اوبونتو دلوقتي حاليا ولا لا، مش متاكد. فبرضه عشان ايه ما احطش نفسي في خازوق ملوش لازمه، هنا على فكره في عندي ده شويه ناقصه ممكن اضيفها كده. كده الاليستيك سيرش عندنا خلاص اتعمل لها انستول. طيب عملنا انستول الاليستيك سيرش، الخطوه اللي بعدها على طول مباشره ان احنا ايه نبدا نكونفيجر الاليستيك سيرش. على كده نروح نبدا بالنودز اللي موجوده عندنا، بيقول لك الاليستيك سيرش انستولد، بس المفروض تتاكد ان السيرفيس بتقوم لما الجهاز بيبدا وتعمل ستارت للسيرفيس بشكل مانيوال. فماشي خلينا مع الاخر. ضع السيرفر الاول. وده على السيرفر الثاني. وده على السيرفر الثالث. وكده المفروض الاستك سيرش كسيرفيس تقوم عندي من غير اي مشاكل، المفروض ده الطبيعي. نفس الحكايه على خوم الثالث. تعال كده نشوف شغاله ولا لا. سيستم كنترول ستاتس الاستك سيرش دوت سيرفيس، بيقول لك الاستك سيرش عندك اهي شغاله اكتف وراننج. ممتاز الحمد لله يا موسى، يبقى كده خلصنا من اول خطوه موجوده عندنا. كده الاستك سيرش كسيرفيس موجوده عندنا. طيب كلام جميل. تعالى قبل ما نعمل اي حاجه كده على الاستك سيرش عندنا، تعالى نت ستات داش ان تي ال بي كده. بص الاستك سيرش، بص بتلسن على كام بورد، في عندك تو بورس الاستك سيرش بتلسن عليهم. ايه ده؟ طب تعالى كده نرجع هنا الاستك سيرش بورتس. دي راحت فين صفحة الاستك سيرش؟ ايوه دي في الديسكشن بتاعت الاستيك سيرش نفسها، واحد بيسالهم في مره كده ايه البورتس اللي الاستيك سيرش بتشتغل عليها. لو لاحظت عندي كده هتلاقي فيه 9200 وفيه 9300. ايه يا عم 9200 و9300 دول؟ وهتلاقيها كمان في الدوكيومنتيشن بتاعتهم. بالمناسبه انا عندي الفاير وول شغال هنا كده، الفاير وول او الفاير وول دي كسيرفيس اكتف شغاله اهيا، يقول لك دي في البابليك زون ودي اكتف. حلو، معنى كده الفاير وول دي لسه مش بتقلقوا اي رول ولا بتقلقوا اي حاجه، فدي مشكله موجوده عندي. بيقول لك انت في عندك تو سيرفيسز موجودين، او اسف تو بورتس عشان السيرفيس دي تقوم.
تو بورتس عشان السيرفر دي تقوم. البورت الاولاني 9200 وده للريست اي بي اي، ده الاتش تي تي بي انترفيس اللي انت هتروح تكلم السيرفيس عليه عشان تسيف ليها اي داتا او تريتريف منها اي داتا. وفي عندك بورت تاني عشان النود كوميونيكيشن اللي هو 9300. ايه ده نود كوميونيكيشن محتاجها ليه؟ قال لك النود كوميونيكيشن حضرتك محتاجها عشان ايه؟ تسينك الداتا ما بين الكلاستر نودز. خلاص طيب كلام جميل، معنى كده ان انا المفروض الاو التو بورتس دول، ممكن اقول له كده فاير وول سي ام دي داش داش اد بورتس. تعالى كده ممكن احاول اجرب اعملها في اري، ممكن اقول له 9200 تي سي بي كوما 9300 تي سي بي برضو. تعالى كده ليست اول موجودين عندي اهما، ممكن اقول له كده كمان فاير وول سي ام دي داش داش ران تايم بيرمننت. خلصنا كده الحمد لله. المفروض نفس الخطوات دي على الاثنين التانيين. طبعا انا عمال اعمل كل حاجه بشكل مانيوال، زي ما بقولوا كده لي حاجه في نفسي يعقوب هاجي لك واخبطك بيها في وشك كمان كام سيشن كده. ليه؟ انا بحاول ارمي لك المشكله ان انا كل حاجه بعملها بعملها مره واثنين وثلاثه. طبعا ده ثلاثه نودز، تخيل انت لو بتعمل استك سيرش كلاستر على 30 40 نود، تخيل حجم المعاناه اللي ممكن تعانيه. فانا بخليك تعاني معايا دلوقتي عشان بعد كده لما اجي لك واقول لك ده فعلا عندي في طريقه كنت ممكن اعمل بيها الكلام ده كله بكوماند واحد بس، يبقى تبقى فاهم ليه انا كنت بعمل كده، ليه كنت بتعذب، وازاي احل العذاب بتاعي دول. خليك معايا للاخر يعني، اصبر عليا بس كده كام سيشن لحد ما نخش في انسبل واوريك الدلع اللي هتدلعه وانت شغال مع انسبل ده. ماشي كلام جميل. يبقى انا كده عرفت البورتس اللي موجوده عندي. طيب عملت البورتس، لسه ناقص لي شويه حاجات كده مع الالاستيك سيرش. خلاص زي ايه مثلا؟ لو جيت اقول له كده ls etc Elasticsearch، ايه الملفات اللي موجودة عندي هنا كده؟ في عندي هنا كده شوية ملفات موجودين. اللي يهمني في الملفات دي، بص كده عندك في ملف يامل موجود هنا اهو، ده بتاع Elasticsearch اهو. نقول له كده Elasticsearch.yaml، بلاش حتى لسه، خلينا افتحه بفيم خلاص، انا مش محتاج ابص عليه في حاجه. بص ده اول حاجه قال لك، اول حاجه عشان تشغل الاستيك سيرش كلاستر بتاعك انت المفروض اول حاجه لازم تغير الكلاستر نيم بتاعك، والمفروض الكلاستر نيم يكون ايدنتيكال على كل النودز بتاعت الكلاستر دي. فانا ممكن اسميه كده مصطفى الاستيك سيرش كلاستر، وتعال برضو نفس الحكايه هعملها هنا vim etc elasticsearch elasticsearch.yaml، ده نفس الحكاية الكلاستر نيم عندي. انا ممكن اجي هنا كده واخده كوبي وعلى النود دي كمان بالمرة. يبقى كده عندي اسم الكلاستر بقى واحد عند التلاتة نودز. طيب اول حاجة دي كده اول حاجة عملناها. الحاجة التانية اسم النود بقى، المفروض اسم النود يرفلكت النود دي نفسها، فكان اسمها elasticsearch01.mustafa.com. وتعال برضو كده ناخدها كوبي بيست
المفروض دي 2 على فكرة، والمفروض دي 3. ماشي، انا كده عندي اول حاجة عدلت اسم الكلاستر، تاني حاجة عدلت اسم النود نيم، خلاص. ايه تاني؟ بص كده، لو عايز تعدل الاماكن اللي فيها الداتا بتاعتك موجوده فين، بقول لك كده الباث دوت داتا موجوده فين، قال لك فار لب الاستيك سيرش. يبقى ده كده اي لوج مسج هتجيله او اي داتا هتجيله هيخزنها في المكان ده. طب اللوجز بقى نفسها بتاعت السيرفيس، اللوجز بتاعت السيرفيس نفسها، لو الاستيك سيرش دي حصل لها فيلير مثلا، او لو انت عملت ريستارت للسيرفيس دي، هيتخزن اللوجز اللي خاصه بالسيرفيس دي فين؟ قال لك دي موجوده في فار لوج الاستيك سيرش. حلو جدا، ماشي. لسه ايه موجود عندي هنا؟ بص كده، لو عايز تعدل اسف البورت اللي الاتش تي بي انترفيس او الريست، الريستفول اي بي اي انترفيس شغال عليه، بيقول لك البورت 9200. لو سبته كومنتد خلاص هيستخدم ال 9200 دول، لو سبته كومنتد هيستخدم ال 9200. تمام، طيب كلام جميل. بالمناسبه، في حاجه كده ان الالاستيك سيرش باي ديفولت بتستخدم المالتي كاست للكوميونيكيشن، ماشي. فانت ممكن تقول له لا يا عم، انا ممكن اقول له لا انا عايز اسيرش نودز معينه لما تيجي تكونكت عندي. فممكن اقول له هنا كده ديسكفري سيدز، هنا ممكن اقول له لما تيجي تبدا النودز اللي موجوده عندي، فانا عندي الاستيك سيرش النودز كان اسمها داش 01 دوت مصطفى دوت كوم، والنود التانية اللي موجودة عندي هنا إلاستيك سيرش، وفي عندي كمان نود تالتة ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية الكلاستر انيشال ماستر نودز موجودة، ممكن برضو أعدلها. أنا أصلا بدل ما أقعد أخد كوبي بيست وأعذب نفسي كده، ممكن أحذف كل الكلام ده وأروح واخد ده كده كوبي بيست حطه أهون. ممكن أجي أخد السطرين دول كلهم على بعض كده وأروح جاي حاططهم هنا كده، بس في عندي حاجة هنا كان اسمها discovery، في الدي ناقصة عندي. خلصنا كده، شكرا. باشمهندس، لقيت في الديسكفري بنحط الهوست نيم وفي الماستر بنحط الاسم النود، صحيح؟ في الديسكفري بتحط الهوست نيم، تحط اسم النود. الديسكفري ممكن تكون الهوست نيم بس، ممكن يكون الشورت نيم بس، خلاص. ممكن تكون الاي بي برضه. ممكن يكون الاي بي، لكن انا بفضل طالما انت كده كده عندك دي ان اس، وعلى الدي ان اس ده بيريزولف كل حاجه، او انت حاططهم كلهم في اي تي سي هوستس، والريزولفنج بتاعك بيتم من غير اي مشاكل، سواء كان عندك دي ان اس او عندك كلهم موجودين في اي تي سي هوستس، خلاص حط الاسم كامل يا عم، انت زعلان ليه؟ مش تخسر حاجه يعني. تمام. تمام، طيب كلام جميل. تعالى كده نريستارت بقى الاليستيك سيرش ونشوف ايه اللي هيحصل. هل هتفرقع في وشنا؟ هل هتقبل اللي احنا عملناه دون؟ اهم تو بارامترز موجودين. بالمناسبة أنا قلت لك الإلاستيك سيرش بيستخدم المالتي كاست للكوميونيكيشن، تمام؟
فانت اصلا ممكن ما تحطش الاسماء بتاعت الحاجات دي، وساعتها هيقدر يدنتيفاي النودز عادي جدا من غير اي مشاكل. طبعا انا مش بحبس فكره زي دي، يعني الفكره دي فكره سيئه جدا، لان لو اي حد حط لك نود تانية على النتورك ممكن يبدا يسحب اجزاء من الداتا اللي موجوده عندك من غير ما تاخد بالك. فيا ريت ما تستخدمش المالتي كاست، خليك شغال يوني كاست، واعمل هارد كود بايدك لاسماء الهوستس اللي موجوده عندك، تمام؟ وطالما عندك دي ان اس انفراستراكشر او حاططهم في اي تي سي هوستس، حط اسم الفولي كواليفايد دومين نيم بتاع الهوست كامل، وريح راسك بدل وجع الدماغ ده. الكلام ده ينطبق على الديسكفري او الكلاستر انيشال ماستر نودز او حتى النود نيم، تمام كده؟ تمام. تعالى كده نقول له سيستم كنترول ريستارت لإلاستيك سيرش سيرفيس، وتعالى نشوف هتعمل ايه معانا. System control status Elasticsearch قال لي active running، ده شيء ممتاز. طب تعالى كده نبص على اللوجز اللي موجودة عندنا. var log Elasticsearch، في عندي بص كده عندك هتلاقي مصطفى es cluster dot log، شايف اسم الكلاستر اللي انا عملته ايه اللي اتحط فيه؟ اهو بدأ يحط عندك اللوجز بتاع الكلاستر دون على جنب لوحده، شايف؟ تمام كده؟ طيب كلام جميل. netstat -ntlb، بص عندي كده ما زلت حتى الآن عندي مشكلة. حد يقول لي ايه المشكلة اللي لسه موجودة؟ عايز واحد بيفهم يقول لي ايه المشكلة اللي موجودة من الاوتبوت بتاع نت ستات كده. ها شغال اي بي فيرجن 6. لا بص كده لاحظ الالاستيك سيرش بيلسن على ايه يا عم، انا عمال اقول لك كلاستر، طب ازاي كلاستر والنودز هتتكلم مع بعض والسيرفس اصلا بتلسن على 127.0.0.1؟ ما ينفعش صح؟ لوكال هوست. ايوه ما ينفعش. المفروض كنت اعدل واقول له الانترفيس اللي هتلسن عليه فين يا عم الحاج؟ اهو هذا الاي بي ادرس بتاعي، انا عايز اقول له لسن على الاي بي ادرس ده او على الانترفيس الاي بي ادرس بتاعه كذا، صح؟ المفروض ارجع تاني الملف الكونفجريشن اهون، أو ممكن أخليه لسن على 4 أصفار. بص كده كنت اقول له كده النتورك دوت هوست عندي، وتحط الاي بي بتاع الماشين اللي انت موجود عليها دلوقتي، ساعتها هيلسن على الانترفيس ده. انا مش بحب تلسن على، او انا مش بحب دايما الطريقه ان انت تلسن على اي حاجه في الدنيا، لسبب واضح ان انت لو عندك اكتر من انترفيس فانت مش هتحب ابدا ده يحصل، خصوصا لو بتستخدم المالتي كاست مع الالاستيك سيرش، ساعتها انت حرفيا ممكن تودي نفسك في داهيه. تخيل كده واحد كده اكتشف فجاه، او واحد بيعمل باك كابتشر ولقى ان في عندك الاستيك سيرش سيرفيس شغاله هنا وشغاله بالمالتي كاست وبتقبل اي حاجه جايه لها بالاسماء دي. ربنا يديك الصحه بقى، ممكن ايه يحط لك ماشين في نفس اسم بنفس اسم الكلاستر نيم ويبدا يسحب منك اجزاء من الداتا من غير ما تاخد بالك من اي حاجه بتحصل. فانا مش بحب الطريقه دي خالص، خليك سبيسيفيك، خلاص خليك سبيسيفيك قدر الامكان. طيب تعالى كده سيستم كنترول ريستارت الاستيك سيرش، وتعالى نشوف المره دي لسه برضه هيرسم على نفس الانترفيس ولا لا. المفروض دلوقتي لسنا على الاي بي ادرس بتاعي اللي هو هي ايه هيستقبل عليه الكوميونيكيشن اللي هو بتاع اي ان اس 7.
شايف المرة دي ايه اللي حصل؟ ها الوقت الوضع المرة دي اختلف صح؟ طيب كلام جميل. اللي بعده بعد كده نجيب الاي دي بتاع المكنة دي. System control restart Elasticsearch. واللي بعده اصلا مش محتاج اعتقد. هو هنا موجود اهو. Elasticsearch ايه مشكلتك؟ مش فاهم. ماشي. netstat NTLP برضو بقى لي سنة هون. ده شيء ممتاز. اللي بعده netstat داش ان تي ال بي. طيب كلام جميل. يبقى احنا كده ايه عملنا كونفيجر للثلاثه نودز. طيب تعال كده نبص على اللوجز اللي موجوده عندنا. var log Elasticsearch. بص اسم الكلاستر اللي موجود عندي برضو دوت log. بص عندك كده بقول لك ES01 في عندي مشكلة هنا. بقول لي fail to resolve host ES-01 dot مصطفى dot com. طب ليه يا عم بيفيل؟ ping ES صح كات ETC hosts كده صح. فهو عنده هنا مشكله بيقول لك انا ما قدرتش اريزولف الهوست ده. انا مش عارف مين الهوست ده. انا مش قادر اجون الكلاستر يا عم الحاج. انا مش شايف النودز بتاعت بقيه النودز بتاعت الكلاستر عندك. سكيور كابي كده. انت مش مهندس الهوست، ضفتهم بس في السيرفر الاول النود الاولى، الثاني أيوة. والثالث ما ضفت فيهم شيء. صح مظبوط. اي اس 02 اصلا مش محتاج الكلام ده. انا ممكن اقول له اي اس 02 لان انا كنت عامل شورت نيم في اي تي سي كده. خلي بالك انا عمال اوريك كميه معاناه دلوقتي وكميه اخطاء عشان لما تيجي المشكله دي تتحل مع الانسبل تقول يا ريتني كنت عملت الكلام ده من زمان عشان تعرف القيمه بتاعتها. ليه ليها لازمه وليه ليها فايده ان الكلام ده يكون اوتوميتد؟ تخيل لو كنت عامل الكلام ده كله بشكل اوتوميتد، تخيل حجم الاخطاء كان هيقل عندي قد ايه. بس كنت اقول له الخطوات دي 1 2 3 4 اعملها على سيرفر واحد، ونفس الخطوات دي اعملها على سيرفر 2 واعملها على سيرفر 3 وسيرفر 4 لحد سيرفر 50. طالما الخطوات صح هتعمل على سيرفر واحد منهم، هتعمل عليهم كلهم زي بعض بالظبط. ولا نسيت بقى خطوه في النص، ولا الهوست ده حطيت الاي بي ادرس بتاعه غلط، ولا خدت اي بي ادرس من هوست غلط حطيته الهوست تاني. فشايف كميه الاخطاء اللي احنا عمالين نقع فيها؟ طبعا كل ده لاننا شغالين مانيوال. بص لما حجم الخطوات عمال يزيد ايه اللي بيحصل؟ الدنيا بتدربك منك، الدنيا اتعفرطت، ما تعرفش ايه اللي بيحصل حواليك. خلاص؟ تعال ريستارت السيرفيس كلها مرة تانية ونشوف الكلاستر هيقوم ولا لأ. System control restart Elasticsearch. وعند أخونا التاني دون ريستارت ده. وللحاج التالت ده كمان ريستارت له هو كمان.
كلام جميل. تعال كده نروح نبص على اللوجز اللي موجودة عندنا. ها هل في اي ايرور ضرب في وشنا؟ الحمد لله لحد اللحظة انا مش شايف اي ايرور فرقع في وشنا. حد فيكم اي شايف اي ايرور؟ مفيش اي ايرور موجود حتى الان وده خبر كويس. ماشي سيستم كنترول ستاتس الاستيك سيرش شغاله شغاله على النود الثانيه سيستم كنترول ستاتس الاستيك سيرش برضو شغاله مفيش اي مشكله وعلى النود الاخيره System Control Status Elasticsearch برضه شغال الحمد لله يا مسهل. طب تعالى كده عايزين نشوف الستاتس بتاعت النودز دي ايه ظروف امها ايه النودز دي. تعالى كده على اي نود من النودز اللي موجودين عندنا ممكن اجي هنا كده واقول له curl وهقول له اتش تي حتى مش محتاج من اي نود من نودز يعني. تعالى كده نروح من التيرمينال بتاع من على الماشين بتاعتي نفسها مع الماك نفسه كيرل واقول له كده روح لل اتش تي تي بي. تعالى كده نشوفهم بيتكلموا مع بعض ولا لا. النودز اللي كانت عندي كانت الاي بي ادرس بتاعها ايه اصلا؟ مش فاكر والله الاي بي ادرس بتاعهم كان ايه. اي بي ادرس شو اي واحده من الثلاثه يعني مش فارقه. curl http النود دي وتعالى كده نروح للبورت 9200. بص عندي كده رد عليا قال لي انا في حاجه ممكن اوصل لها عندك هنا قال لي ده النود اهي ده النيم بتاعها وده الكلاستر نيم وده اليو اي دي بتاعها خلاص والفيرجن بتاعت المينيمم واير كومباتيبلتي فيرجن ده الفيرجن بتاعك اللي انت شغال عليها حاليا وده النسخه بتاعت الالاستيك سيرش نفسها. طيب كلام جميل. طب تعال نروح للكلام ده على النود الثانيه كان الاي بي بتاعها كام هي اي بي ادرس شو ها هل النود الثانيه ممكن اوصل لها هي كمان ولا في حاجه عندي؟ تعال نشوف. وبرضه النود التانية الحمد لله صخرة مفيش فيها أي مشاكل ده شيء ممتاز. لسه فاضل لي النود التالتة اي بي ادرس شو كده. تعال نشوف النود دي بترد ولا لأ. وبرضه الحمد لله النود التالتة بترد. طيب كلام جميل. تعالى كده نشوف الكلاستر هيلث. والكلاستر هيلث بالمناسبه لو لقيتها مظبوطه على واحد منهم يبقى اكيد مظبوطه عليهم كلهم فما تقلقش. خلاص تعالى كده نروح نجيب كيرل بس مع كيرل المره دي تعالى نستخدم الجيت ميثود. نقول له كده كيرل داش اكس وهستخدم الميثود اللي اسمها جيت. خلاص وده البورت برضه 9200 ممكن اقول له كده هستخدم الاندكس اللي موجود عندي واحاول اجيب الكلاستر هيلث ستيتس وطلع لي الاوتبوت ده بشكل بريتي
ايه اللي موجود عندي هنا غلط؟ تعالى هنا كده كنترول ال ماشي. بص عندي هنا كده، لاحظ كويس، انا عايز اقراها من الكلاستر، كلاستر اسمه كذا ماشي اهي. امسك عندك، بص عندك كده، بص عندك كده كويس. ده ايه ده؟ بيقول لك ايه حالة الكلاستر؟ ايه شايف ده؟ بيقول لك جرين. لو لقيت الكلاستر عندك له اكتر من حالة، لو لقيت حالة الكلاستر جرين، ده معناه ان في ايه؟ الحمد لله الدنيا تمام خلاص. هتلاقي في عندك حالات تانية زي اورنج مثلا وزي ريد، هنجي لهم هنتكلم عليهم بعدين. بس بص عندك كده في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ عدد النودز اللي موجودة في الكلاستر. فين اهي يا سيدي؟ بص كده، انا عمال من الصبح بدور عليها وهي في اول سطر خالص. بص كده، ايه ده؟ ليه النودز دي ما شافتش بعض؟ ها ليه النودز مش شايفين بعض؟ تعال نرجع نبص على الكونفيجريشن بتاعنا مره تانية. vim etc elasticsearch elasticsearch .yaml. تعال نبص عليهم كده الاول، ده 130 141، اتاكد من الاي بي 130 141، والاتش تي تي بورت بتاعه 9200، وده اي اس 01 ماشي، كلام جميل. تعالى كده الاول كات اي تي سي هوستس اي اس داش 01 واي اس داش 02 واي اس داش 03. الاول تعالى كده اتاكد، بينج اي اس 01 و02 و03 ماشي شغالين، كلام جميل. الديسكفري سيد هوستس موجودين، والكلاستر انيشال ماستر نودز برضو موجودين، ما فيش فيهم اي مشكله حتى الان. تعالى كده يام انستول تيلنت، وتعالى نشوف النود دي قادره. تيلنت اي اس 02 تمام ممتاز، وبرضه نفس الحكايه لنود اللي اسمها اي اس 03. معنى كده ان مفيش اي حاجه بتبلوك الكوميونيكيشن دي خلاص. طيب البورت 9300 شغال، كده البورتات بتاعت 9200 و9300 في ريتشابيليتي موجوده من نود واحد. طيب كلام جميل، تعال نرجع هنا كده فيم اي تي سي الاستيك سيرش سيلو نكس. ده هندسه لها دعوه؟ نعم سيلو نكس. لا 130 73 130 73 مظبوط. في عندي discovery seed hosts defined، والcluster initial master nodes برضو defined ماشي، ده كويس ماشي. الخطوة اللي بعدها مجرد verification بس لا أكتر ولا أقل، خلينا نشوف المشكلة فين.
ده الاي بي ادرس مظبوط ومفيش مشاكل فيه، وعندي الديسكفري سيد هوستس، وعندي الكلاستر انيشال ماستر نودز برضو كلهم ديفايند، اعتقد ان هم مظبوطين مفيش فيهم مشاكل. طيب تعال نجرب كده. طيب كده لس var log elasticsearch واضح ان في عندي في حاجه هنا بتطلع في اكسبشن كود اون ترانسبورت لاير. تعالى احنا خلينا احنا ليه ما بنعملش حاجه زي كده؟ اي اف كونفيج كده ممكن اجي هنا كده ماشي اس اس اتش روت ات النود التالتة دي، واجي هنا كده اقول له تيل داش اف var log elasticsearch، وهقول له تعالى كده elasticsearch dot log. ماشي سيستم كنترول ريستارت إلاستيك سيرش. تعال هنا كده بقى نشوف ايه اللي هيحصل. خلينا بقى نستنى كده اما تجيلنا حاجة meaningful نبص عليها في اللوجز نشوفها، لأن كان واضح إن كان فيه بعض الكوميونيكيشن كان فيها مشاكل. خلينا نشوف إيه اللي موجود فيه. ماشي تعالى هنا كده أقول له كده curl، قبل curl كمان if config curl dash x get http ال ID بتاعك ده. cluster مش هيجي لنا اي حاجة هنا. المفروض يطلع لنا ايرور مسج او حاجة بتقول لنا ان في مشكلة. قبل ما اعمل ريستارت على طول كانت في حاجه ظاهره قدامي هنا. ايوه كانت هنا. لا ده كان unknown host exception، ده كان قبل المشكله ما تحصل عندي على طول مباشره. وكان في exception تاني بيظهر هنا كده.
اهون امسك عندك بيقول لي في مشكلة عندي من 141. مين 141 ده؟ if config ده 141. طب تعال نشوف هل نفس الايرور موجود هنا ولا لا. vim var log elasticsearch وده 130 73. باشمهندس يمكن هو محتاج نفتح له يو دي بي بورت مش تي سي بي. لا هو بيلسن تي سي بي. هو بيلسن تي سي بي مش يو دي بي. مش محتاجة اختراع دي خالص. بار لوج إلاستيك سيرش تعالى كده نبص عليها. إلاستيك سيرش دوت لوج. هل في عندنا حاجة مفيدة هنا ممكن نمسكها؟ لا برضو. ليه بقى يا وحش عندك مشكلة في الحتة دي؟ خلينا نطلع مرة تانية. طيب خليني أعمل حاجة هنا كده. vim etc elasticsearch عايزين ما ايزوليت المشكلة دي. Elasticsearch Elasticsearch .yaml System control restored Elasticsearch. تعالى هنا كده نشوف ايه اللي هيحصل في وشنا. System control restored Elasticsearch.
حلو، في عندنا مشاكل ظهرت اهي. جورنال كنترول داش يو الاستيك سيرش داش اف بيقول لك the default discovery settings are unsuitable for production use. At least one of the discovery seed host discovery seed providers cluster initial master nodes must be configured. ماشي، يبقى احنا كده كنا عاملينها صح. discovery seed hosts ماشي، مش شايف اي مشكلة. باش مهندس، ممكن الماستر لازم يكون نود واحد بس. بهار نود واحد بس. لا مش شرط، واعتقد مفيش مشكلة انه يكون اكتر من نود. يعني ايه المشكلة بالنسبة له؟ قصدي انه واحد واحد ماستر والباقي داخل. لا ممكن يكون عندك اكتر من ماستر، دي مفيش فيها اي مشكلة اطلاقا. لا الراجل شغل الصوت ده ضيع في فاريبل يا باشمهندس اسمه نود، باشمهندس في فاريبل اسمه نود ماستر بترو، غالبا احنا المفروض نعملها يعني. فين؟ في فاريبل غالبا اسمه نود ماستر بترو، الفاليو بتاعته بترو، غالبا احنا المفروض نعملها في النود على الاقل.
في نور etc elasticsearch elasticsearch.yaml فين دي بقى؟ احنا المفروض نضيف الفاريبل ده مدة ماستر بترو. معلش ممكن تكتبه في الشات كده؟ طب وانا ليه تعب نفسي اساسا؟ كتبت يا باشمهندس. ممكن اروح الاوفيشال دوكيومنتيشن هنا كده؟ معلش خليني بس للآخر كده. Elasticsearch cluster بس ليه وجع الدماغ ده كله؟ هو المفروض يطلع لي حاجة في اللوجز على فكرة بالمناسبة، يعني لأن ايوه يا باشمهندس المفروض ان احنا بنحدد مده ماستر بترو ومد والداتا نودز مده دوت نود بترو. لا ده الكلام ده، معلش ثانيه واحده ثانيه واحده، خليني اقول لك بس على حاجه. انت مع الالاستيك سيرش ده اللي هاجي اشرحه كمان قدام كمان شويه لما نكبر الدنيا كمان معاه، ان ممكن يكون عندي عدد الكلاستر نودز وليكن 20 30 كلاستر نود مثلا، 30 كلاستر نود، اخلي منهم ثلاثه عباره عن ماسترز واخلي منهم الباقيين عباره عن داتا نودز. الماستر نودز ما بيتكتبش عليها داتا، فما تخلطش بين ده وبين ده. الداتا نود هي اللي بيتكتب عليها الداتا نفسها، لكن الماستر نودز بتمنتين الكلاستر ستيتس. ماشي؟ انا اصل يا باشمهندس ان احنا كان المفروض نحدد ان في نود على الاقل بماستر، يعني نود ماستر. لا لو انت ما حددتلوش النودز كلها ممكن تشتغل داتا وتشتغل ماستر مع بعض في نفس الوقت. تمام. بس فتعالى بقى هنا كده احدد له الاي بي ادريسز او اليونيكاست هوستس اساسا، اعتقد ده اللي كان ناقص. ES01 اقول ليه العصب ده، ما ممكن اخدها كوبي بيست وخلاص. اهي اوريدي اصلا موجوده عندي. سيستم كنترول ريستارت elasticsearch.service تعال نشوف هتعمل ايه. هل هتشتغل ولا تفيل عندنا؟ بيقول لي فيلد عندي. طيب journal control dash u elasticsearch تعال نفتح لوج فايل كده بدل العذاب ده. tail var log elasticsearch تعال نشوف ايه المشكلة اللي موجودة هنا. بيقول لك not allowed ان تتعرف الديسكفري is forbidden to set الاثنين مع بعض. طيب كلام جميل.
ماشي تعالى نجرب كده بقية النودز الموجودة عندنا. بار لوج إلاستيك سيرش وتعالى عندي هنا كده كمان الحاج التالت ده خلينا نكون اجريسيف جدا. هل ممكن نعمل حاجة زي كده؟ لا ثانية واحدة. لا ماشي خلينا نكون اجريسيف واعرف الكلام ده مانيوالي. في حاجة جت هنا؟ مش حاجة جت؟ طيب ماشي حتى ما فيش أي لوج هنا جت رغم إن ده المفروض ما يحصلش بس ماشي.
لا ما جابش اي حاجه، بيطلع لك على طول بيقول لك ريكفر زيرو انتيز، ده غالبا كده ما فيش اي حاجه. لو في اي كوميونيكيشن مع الكلاستر هيطلع يخبطنا في وشنا يقول لنا في عندي حاجه لسبب ما مش قادر يديسكفر النودز عندنا. هي غالبا مش فاير وول خالص ولا حتى اس اي لينوكس. طيب فار لوج مسجز كده، تعال نشوف فينا اي حاجه بتضرب في وشنا ولا حاجه. مطلعش اي حاجة خالص في اللوكس. طيب تيل بلاش تيل، رن بار لوج الاستيك سيرش، الاستيك سيرش لوج. لا مش ده، هل في حاجة على الدولاب الفيرجن دي؟ لا طيب خلينا كده Elasticsearch cluster 7.6، خلينا كده نشوف الريفرنس بتاعه. او مفيش أي حاجة. بل احنا كنا لسه فاتحينه تقريبا. الكلاستر دوت نيم ده اكيد مظبوط عندنا. فم etc Elasticsearch ايه بقى اللي موجود هنا؟ لا مش اي حاجة خالص هنا. طيب باشمهندس هو مشكلتنا ان هو شايف نقطة واحدة صح؟ نعم؟ مشكلتنا ان هو شايف نود واحدة، شايف نود واحدة هو كل نود مش شايفها شايف نفسها بقى. فقط، مفيش هو اي نود هو شايفها. ممكن حضرتك تبص على الشات؟
يعني كان حد عنده نفس المشكلة وده كان كومنتس عليه، من ضمن الكومنتات عليه. والله ممكن نجرب. لا بس اعتقد دي ما عمرها ما تكون المشكلة، مستحيل. انا مش برضه حل، يعني يا اما انا هقعد مفرمطه ونكد على الفيديو لا يا سوبر. لو انا عدلتها هنا ولا لا؟ يبقى عيب سخيف جدا يعني لو حصل. لا برضو كده عندي نود واحدة هي الـ defined master. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. لا برضو نفس الحكاية، number of nodes واحد برضو اهي، ما فرقتش كتير. الغريب ان انا حتى مش شغال مالتي كاست، انا شغال يوني كاست كمان، فدي حاجة من الحاجات العجيبة جدا. هقول لك على حاجة، هل احنا ممكن، هل ممكن نشتغل الاي بي ادريسز؟ يعني الماشين دي الاي بي بتاعها كام؟
خلينا نجرب. من الحاجات السخيفة اللي ممكن تقابلك يعني. الحاجة التانية اثنين أربعة ده ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. طيب خلينا نعمل حاجة تانية كمان، وتعالى نغير كده اسم كلاستر الحيوان ده. أنا شاكك في حاجة بس لو طلعت صح أنا ممكن أنتحر فيها. خليني انا المجنون ماشي، وخلينا اجربها بس. سيستم كنترول ريستارت الاستيك سيرش. etc Elasticsearch Elasticsearch UTML. فعلا لو طلعت هي اللي في دماغي المفروض كلها انتحر. System control restart Elasticsearch. يلا وحش. لا برضه ما جابش اي حاجه، ما طلعش. انا كنت ما يعني شاكك انه ممكن يكون اسم الكلاستر لانه كان اكتر من 16 كاركتر، بس ما طلعتش هي حتى يعني، حتى ما طلعتش هي. طيب ماشي، طالما هي قفلت وفرقعت خلاص في وشنا، فايه عشان ما نقعدش نضيع وقت هنسيبها للمره الجايه نكملها عادي يعني، ما حصلش اي حاجه. ترابل شوت نقوله جديد خالص من المره الجايه. ماشي، لازم برضه ادور عليها اشوف ليه بتعمل حاجه زي كده. احنا جربنا اليوني كاست ما اشتغلش، وجربنا المالتي كاست ما اشتغلش. فبما ان اليوني كاست ما اشتغلش هحاول برضه اسال الناس اللي ماسكين اسمه ايه الريف انفايرمنت اللي احنا شغلنا عليها دي، هل هم عاملين ديسيبل المالتي كاست كمان ولا لا. لو عملوا ديسيبل خليهم يعملوا له انيبل، لو مش معمول له ديسيبل لازم ادور بقى بجد واخد بقى باكت كابتشر. يعني انا ممكن اخد اعمل دي سي بي دمب واخد باكت كابتشر واشوف بالظبط ايه الكوميونيكيشن بتحصل بين السيرفرز دي. ف
فغالبا ده اللي انا هعمله يعني ده ماي نيكست ستيب يعني. بس اتاكد بس موضوع المالتي كاست هل هو انيبلد ولا ديسيبلد قبل ما اجرب حاجه بس. فماشي خلاص هنوقف كده النهارده ونكمل المره الجايه ان شاء الله. ماشي ها تمام. بالمناسبه يعني موضوع ان هو يكون في ماستر واحد ده انا شاكك في الحته دي يعني برضو هروح انا هدور عليها برضو يعني مش هسيبها بس اعتقد ان يكون في اكتر من ماستر يعني الحته دي انا مش مقتنع بيها تماما يعني بس برضو هدور عليه. ماشي بس خليني قبل ما اعمل باكت كابتشر لان لو عملت باكت كابتشر على سيرفر بالشكل دون هياخد كابتشر من كل الفيرتشوال ماشينز اللي موجوده وممكن يخرب الدنيا فعشان بس ما اوقفش الناس الدنيا بتاع الناس كلها معايا فخليني بس اعمل ايه اتاكد منهم الاول. ماشي طيب ماشي اشوفكم ان شاء الله المره الجايه يوم الاحد. ماشي هدور عليها برضو يعني خليني قبل ما اقول لك اه او لا خليني ادور عليها برضو الاول يعني عشان ما اكونش بفتي فيه بس اعتقد لا يعني في اعتقادي الشخصي لا بس خلينا نشوف. ماشي نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد. ماشي وتصبحوا على خير. السلام عليكم.